بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الطلبة، قسم النهائي، شعبة الآداب والفلسفة واللغة الأجنبية، أقدم لكم تصحيح الباك 2017 دورة الاستثنائية المادة الرياضيات، الموضوع الأول والتمرين الثالث. نص التمرين: نعتبر الدالة F معرفة على R ناقص ناقص 3 ب F ل X يساوي ناقص 2 زائد A على X زائد 3. عدد حقيقي ليكن CF تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس OEG. واحد، جد قيمة العدد الحقيقي حتى تنتمي النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 2 5 إلى المنحنى سيف. إذن الحل، نعوض f x هي نقص هي 5، ونعوض كذلك x هي ناقص 2. كي نعوضها واش ذاك يولي عندنا 5 يساوي ناقص 2 زائد 1 زائد a على 1، a يساوي 7. اثنين، الجزء الثاني نضع في كل ما يلي A يساوي 7. أولا تحقق لنا من أجل كل عدد هناك X من المجال التعريف F X يساوي ناقص 2 X زائد 1 على X زائد 3. واش نكتبو لهنا؟ f لإكس يقال ناقص 2 زائد 7 على إكس زائد 3. لهنا نوحد المقامات، لهنا نوحد المقامات تولي إكس ناقص 2 مضروب في إكس زائد 3 زائد 7 على إكس زائد 3. نشوفو تولينا بعد النشر ناقص 2 إكس، لنا 2 إكس 2 في زائد ناقص 6 زائد 7، ناقص 6 زائد 7 هو زائد 1، إذن ناقص 2 إكس زائد 1 على إكس زائد 3، وهذا المطلوب. السؤال الثاني، احسب النهايات الأتية. نهايات إذا إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، ناقص لا نهاية. لا ليميت إذا إكس يؤول ناقص لا نهاية، انتهى هذا العبارة. نكتفي بالحد ذات الدرجة الأعلى، إذن ناقص 2 إكس على إكس معناه ناقص 2. إيكراك يساوي 2 معادلة مستقيم مقارب أفقي لسيف بجواري ناقص ما لا نهاية. إذا إكس لليميت إذا إكس يؤول إلى ناقص 3 بالقيم الكبرى لإف إكس، نعوض لهنا إكس بناقص 3 تمدنا إذا 6 زائد 1 على 0 زائد على 0 يا سيد، لأن القيم الكبرى بالقيم أكثر من ناقص 3 هي موجبة، إذا حاجة موجبة على موجبة تمدنا زائد ما لا نهاية. إذا إكس يؤول إلى ما ناقص 3 بالقيم الصغرى نتوصل إلى ناقص ما لا نهاية، خاطرش لهنا أقل من ناقص 3 هي ناقص. إذا إكس يساوي ناقص 3 معادلة لمستقيم مقارب عمودي للمنحنى CF. لا ليميت لإف دو إكس إذا إكس يؤول زائد لا نهاية هي لا ليميت نتاع العبارة هذه كاملة، ونعرفوا باللي لهنا كثير الحدود ولهنا كثير الحدود. نكتفي بالحد الاعلى في الدرجه واللي نتودين ناقص 2 اكس على اكس 2 ناقص 2، اذا ايكراك يساوي ناقص 2 معادله مستقيم مقارب افقي لسيف بجوار زائد ما لا نهايه. 3، حساب المشتقة اف فتحه لاكس. نستعمل العلاقه الاتيه: كسر
f لx هي u لx على v لx، تدلنا f فتحة لx هي v u فتحة ناقص u v فتحة على v مربع. طبقوها تطبيق يعني إذن هذه هي واش لاحظوا باللي المقام لنا x زائد 3 مربع هو موجب مهما كانت القيمة تاع x، تولينا ناقص 7 معناه سالبة، إذن المشتقة سالبة، ومنه أنها الدالة f لx متناقصة، إذن من الناقص لنهاية حتى زائد نهاية عبور من ناقص 3، المشتقة سالبة على المجال كامل، ومتناقصة الدالة f x متناقصة، وأكم تشوفون هنا الجدول التغيرات، احسب f x ثم استنتج اتجاه تغير الدالة، هذا هو جدول التغيرات. 5 شكل جدول تغير الدالة، هذه هي 5 جد فوصل النقط من منحنى سيف التي يكون عندها معامل توجيه المساس يساوي ناقص 7 على 4. المعادلة تاع المساس بصفة عامة هي إيكراكي F فتحة لـ x صفر مضروبة في x ناقص x صفر زائد F لـ x صفر. x صفر هي نقطة المماس للمنحنى ومعامل توجيه المماس. إذن واش نديرو هنا؟ نديرو F فتحة لـ x صفر يساوي ناقص 7 على x صفر زائد 3 مربع يساوي ناقص 7 على 4. كما تشوفوا اللي همنا لهنا هو x صفر زائد 3 مربع يساوي 4، لان هنا ناقص 7 ولا ناقص 7 البسط والمقام. اذا هذه العلاقه x صفر زائد 3 مربع يساوي 4 عندها جذرين، x زائد 3 يساوي زائد 2 و x زائد 3 يساوي ناقص 2، إذا نتوصل إلى x1 يساوي ناقص 1 و x2 يساوي ناقص 3. من أجل x يساوي ناقص 1 عندنا f لي ناقص 1 هي 3 على 2، ومن أجل x يساوي ناقص 5 عندنا f لي ناقص 5 ناقص 11 على 2. إحداثية النقطة إذا هي c ناقص 5 ناقص 11 على 2 و اكس بي ناقص 1 والترتيبة 3 على 2. 6 جد إحداثيات نقطي تقاطع المنحنى السيفي مع حاملي محوري الإحداثيات. من أجل اكس 0 يساوي اف لي 0 هو 1 على 3، نعوض اكس بصفر. من أجل اف لي اكس يساوي 0 معناه باللي البسط هو لي ينعدم، ومنه أن x يساوي 1 على 2. إذن الرسم راكم تشوفوا الرسم، عندك المستقيمات المقاربات، إذن هاو المعلم، عندك مبدأ المعلم، عندك المقاربة العمودية x يساوي ناقص 3، والمقاربة الأفقية y يساوي ناقص 2، ولنا هاي ال CF، CF راكم تعرفوها، هذه هي CF. إذا كما تشاهدوا هذا هو الرسم، أرسم مستقيمين وهذا. هنا نشوفوا لهنا كلش موجود هنا، والوحدة قياس هي زوج، الوحدة قياس هي واحد، هذه وحدة قياس.
و نتمنى لكم النجاح في البكالوريا والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.